صباح الخير. كل لبنان بدائرة الخطر، ومن يعتقد أنه هو بمنأى عن الإجرام الإسرائيلي أكيد بيكون مخطئ. فمش بس أهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وحدهم بعين الاستهداف، بل أبناء أيطل الصغرتوية مثل ما شفنا مبارح بعد المعايصرة الكسروانية وراس قسطى الجبيلية ودير بلة البترونية وبرجة بالشوف وكيفون بعلي، إضافة للبسطة ببيروت. كل هالاعتداءات من دون ما يبرز بالأفق أي مؤشر للحل، غير أنه المعلومات اللي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاهم ضمن أمريكا إسرائيلي على تحييد بيروت سرعان ما بددتها المواقف الإسرائيلية الرسمية. بحلقتنا لليوم من بريس ريفيو، إضافة إلى جولة على آخر العناوين العريضة اللي تصدرت الصحف المحلية العربية والعالمية ليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024، تنضم لنا بعد لحظات الصحفية والكاتبة السياسية بولا أسطيح لنكون معها بقراءة لأبرز تطورات على الساحة المحلية والإقليمية، وطبعا من بعدها منكمل حلقتنا بفقراتنا المعتادة. البداية بفقرة اليوم في التاريخ. مثل هذا النهار بعام 1951 انتشرت القوات البريطانية بمنطقة القناة لاحتلالها، وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة 1936. مباشرة إلى جولتنا على الصحف المحلية يلي بنبداها مثل العادة بصحيفة النهار يلي عنونت رعب المجازر، طبعا بإشارة إلى الغارات الإسرائيلية يلي استهدفت آخر ما استهدفته مبارح منطقة أيطو بصغرتها. بعناوين النهار أيضا إبعاد اليونيفيل عن الحدود. منتصفح بعض الشيء النهار ومنوصل على أسرار الآلهة سريعا. علم أن المساعدات التي تصل إلى لبنان وتحديدا من دول الخليج لا يكون للأحزاب وبعض القوى السياسية أي دور فيها سوى من المعنيين بإرسالها والصليب الأحمر الدولي ومنظمات دولية وإنسانية وإشراف حكومي. بأسرار النهار أيضا، أوقف جهاز أمني عددا من الشبان السوريين بعدما اشتبه بهم الأهالي وحاصروهم في الدكوانة، وتبين أنهم يقومون بتصوير المباني في المحلة وخصوصا تلك التي لجأ إليها النازحون من الضاحية الجنوبية والجنوب. تلقى الرئيس بري دعوة مفتوحة من زعيم عربي ووعد بتلبيتها بعد وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية. لوحظ ظهور أكثر من نائب في حزب الله على أكثر من محطة عربية في اليومين الأخيرين. يحقق جهاز أمني رسمي مع موقفين لبنانيين وسوريين للتأكد إذا ما كانوا يتعاونون مع الاستخبارات الإسرائيلية. وآخر سر من أقرب النهار، طلب حزب الله إلى الصحفيين في المناطق عدم الإشارة في تقاريرهم عن الغارات الإسرائيلية إلى أماكنها الدقيقة والاكتفاء بمعلومات عامة تماما كما يفعل الإسرائيلي، إلا أن التمني لم يحقق هدفه لأن الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسبقون الإعلاميين إلى الإفصاح عن كل المعلومات. منتابع بالنهار سريعا ومنقرأ عنوان مقال رضوان عائيل بيقول إبعاد اليونيفيل عن الحدود نسف لل 1701، وطبعا بداخل هذا المقال يلي طبعا فيكم تتصفحوه بجريدة النهار في إشارة إلى الأسباب الكامنة وراء الطلب الإسرائيلي لتراجع قوات اليونيفيل تمهيدا إلى إخلاء هذه المنطقة، وربما التموضع في مواقع لليونيفيل تعطي الإسرائيلي ربما فوقية أو تفوق من ناحية الجغرافيا ومن ناحية القدرة على المراقبة وربما التوغل بالأراضي، وما من شأنه أيضا أنه يعطي تطمينات لمستوطني الشمال لحتى يعودوا إلى بلادهم وسط عدم تحقيق هذا الهدف الإسرائيلي اللي حطه نتنياهو وبرر من خلاله مسألة الهجوم على لبنان. من صحيفة النهار مننتقل على صحيفة اللواء يلي عنونت نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الحرائق ويحاول التلاعب بخرائط المنطقة. الاحتلال يقر بمقتل 16 جنديا وإصابة 305، وحزب الله يدخل صواريخ الباليستي بالعمليات، وأكيد هيدا بإشارة للهجوم الصاروخي اللي نفذه حزب الله على تل أبيب. منتابع أيضا بصحيفة اللواء الاحتلال يطوي صفقة الأسرى ويتابع مجازر تهجير شمال القطاع. مناورات صينية في محيط تايوان لغزو الجزيرة. باللواء أيضا منشوف الأسرار سريعا فقرة همس. توقع دبلوماسي لبناني تكثيف زيارات مسؤولين في دولة إقليمية لأغراض تتجاوز ما هو معلن عنه. أعطت شركات ومؤسسات ذات وزن في بيروت الإذن لعاملين وفنيين وخبراء فيها للعمل من خارج مقر عملهم عبر الأونلاين. إلى فقرة لغز، اتخذت إجراءات للحقول دون إعطاء ذرائع للاستهدافات في العاصمة وضواحيها على غرار ما حصل في مرات سابقة. من جريدة اللواء مننتقل إلى الديار يلي أيضا عنونت بعد كارثة جولاني تل أبيب و194 مستوطنة في الملاجئ.
لغز الشبح يحير إسرائيل ونتنياهو يهدد بيروت واليونيفيل. ضوء أخضر أمريكي وتحذيرات من الهدوء الخادع في الضاحية. من الديار ننتقل مباشرة على الأخبار وأيضا عنوانيت. الأمريكيون يتبنون مطالب العدو، منطقة محروقة بعمق 3 كيلومترات، تل أبيب في مهداف المقاومة. إلى جريدة الشرق، إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. 22 شهيدا في صغارتا وأكثر من 200 غارة، وصواريخ المقاومة تدك تل أبيب وحيفا. إلى صحيفة لوريان لوجور يلي عنوانت إسرائيل تلحق بالنازحين إلى صغارتا. حان وقت الاستجواب الأول لمارين لوبين. الراحل المجلس الأعلى للقضاء. تميز الأبحاث حول عدم المساواة في الثروة بين البلدان. مشاهدينا بريك سريع ومستقبل من بعض الصحفية بولا أسطيح. مباشرة إلى ضيفتنا ببرنامج بريس ريفيو الصحفية والكاتبة السياسية بولا أسطيح. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور رابط. بولا، على وقع التطورات اللي عم نشوفها امبارح وصلت لصغرتا، ما في منطقة لبنانية بمنأى عما يحصل في المطالبة الإسرائيلية بإخلاء الجنوب من اليونيفيل وأيضا من عناصر حزب الله، بس المستجد هو الحديث وتوزيع مسودة بتنص على قرار جديد بمجلس الأمن يتخطى 1701 بمكان ما، بيخلط 1701 مع 1559 مع 1680 وسائر القرارات الدولية طبعا الصادر عن مجلس الأمن. برأيك قديش في إمكانية هيك قرار أنه يقدر يطلع عن مجلس الأمن وصل الفتوات المتبادلة وأنه يشكل حل لموضوع الجنوب؟ نعم، يعني لا شك أنه موضوع السياسي والحلول السياسية والقرارات الأممية موضوع مؤجل. صحيح اليوم في نقاش حول هذا الموضوع، ولكن ليس للبت بالموضوع واتخاذ قرارات في هذه المرحلة. الكلمه للميدان، ولكن يعني المجتمع الدولي واشنطن وباريس بيعرفوا تماما انه الاسرائيلي ما عاد يمشي باي من القرارات الدوليه اللي كانت ساريه، لاعتباره انه هذه القرارات اصلا لم تطبق، هو لم يطبقها وحزب الله لم يطبقها، وبالتالي نتيجه الواقع الحالي يفضل الاسرائيلي انه يكون في هناك قرار جديد يعطيه المزيد مما اعطته اياه يمكن القرارات السابقه. لكن كما قلنا هذا لم يحصل في هذه المرحلة، ولكن لا شك يعني الدبلوماسيين والسياسيين يفترض يكونوا بلشوا يبحثوا بمرحلة ما بعد الحرب، ولكن أعتقد مرحلة الحرب طويلة طويلة جدا. حزب الله يقول أنه بعدنا بأول الحرب، فكيف الحال؟ يعني الإسرائيلي عنده أهداف باك أهداف كبير جدا في لبنان، وهذا اللي عم نشوفه بالاستهدافات والاختيالات المتنقلة بين كل الأقضية والمحافظات دون استثناء. والخشية يعني اليوم أنه نكون رايحين على موجة أكبر من التصعيد بعد ما استشعر الإسرائيلي أنه حزب الله استنهض بعض قواه وبات يدق بشكل يومي ويرسل آلاف أو صواريخ يوميا، وبات يتقصد أن توقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، وبالتالي سيحاول الإسرائيلي وضع معادلة جديدة أنه كلما يسقط لنا يعني أعداد كما حصل مؤخرا في حيفا قبل يوم، فذلك سيؤدي لسقوط أعداد أكبر مضاعفة من اللبنانيين، ولكن هنا يستهدف بشكل أساسي كما شبتنا نشهد المدنيين. على حزب الله لا يزال يلتزم باستهداف العسكرية. بولا، أنا هون كان بدي أسألك تحديدا أنه حزب الله عمليا مثل ما عم بتقول استعاد بعض أنفاسه مثل ما شفنا ميدانيا، أكان بالبر أو أيضا من خلال الصواريخ والمسيرات يلي أيضا أصابت، شفنا معسكر للواء جولاني وإلى آخره. إلى أي مدى فينا نحكي عن استعادة الردع؟ نعم، يعني الحديث عن استعادة ما كان تماما، نتحدث حصة اليوم عن استعادة بعض أنفاسه وقواه. يعني طبعا تم ضرب شبكة اتصالاته وقد استلزم ذلك وقت لإعادة بناء الاتصالات بين المجموعات، تم يعني اغتيال أمينه العام وذلك شكل انتكاسة وضربة كبرى لكل العناصر ومعنويات العناصر والقاتلين على الأرض. هذا كله استلزم وقت ليعود حزب الله للعمل، هذا عدا طبعا الضربات التي توجه لمخازن صواريخه وأسلحته يعني لكي يصل إلى المخازن الأخرى، يعني كل ذلك استلزم أسابيع ليعود حزب الله إلى العمل.
لا يمكن إطلاقا الحديث عن قوة ردع وتوازن رعب، هذه المصطلحات التي عودنا عليها حزب الله طوال السنوات الماضية والتي اعتقدنا أنها حقيقة اليوم تحمي لبنان من حرب إسرائيلية مدمرة، فإذا بها هي تستجلب الحرب للأسف إلى لبنان. إذا يعني الحزب على ما يبدو لا يزال يمتلك قوى، سواء قوى مقاتلة حقيقة يعني تثبت أنها كفوءة جدا، لا تزال كفوءة، وكلنا يعلم أصلا أنه حزب الله قوي في الميدان. والسيد نصر الله قبل اغتياله قال أهلا وسهلا بهم في الميدان، لأنهم يدركون اليوم، يدرك حزب الله أنه قادر على تغيير بعض المعادلات في الميدان، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يصمد، إلى أي مدى يعني قدراته العسكرية لا تزال موجودة ومتوافرة، هنا السؤال الكبير، خاصة أيضا في ظل قطع كل يعني الإمدادات للحزب من إيران وعن طريق سوريا وغيرها، وبالتالي علينا أن نرى إلى أي مدى يمكن أن يصمد، وإن كان يعني اليوم الحزب أكثر المطالبين بوقف النار ويسعى إلى ذلك، ولكنه يعي أن الإسرائيلي لن يتجاوب معه، لذلك يحاول التصعيد التدريجي باستخدام أسلحته وترسانته. بالتالي بولا، يعني بضوء كل شيء قلتي، الحديث عن موضوع رئاسة الجمهورية بهالتوقيت قبل وقف إطلاق نار برأيك كله بيندرج ضمن المشاورات وتحضير أرضية ليس أكثر؟ نعم تماما رامي، يعني نرى أن الوزير بسير يسعى للقيام بحراك ما، يعني كل شهر تقريبا يقوم الوزير بسير بهكذا مسعى، هو على تواصل دائم مع قطر، زال قطر مؤخرا ولكن بات محسوما. حزب الله حتى يعني عبر مسؤوليه قالها بشكل واضح، الرئاسة تفصيل أمام ما يحصل اليوم، لا صوت يعلو فوق صوت النار بالنسبة له، يتوقف إطلاق النار وبعدها نبحث بالرئاسة. اعتقد الأمريكيون وجزء كبير من اللبنانيين أنه في مرحلة الأسابيع الماضية عندما كان حزب الله يتلقى الضربات والصفعات التي أظهرت وكأنه انهار أو على طريق الانهيار التام، اعتقدوا أنه يستطيعون تمرير رئيس يعني يكسر بشكل أو بآخر حزب الله. يعني بعد دخول إيران مباشرة على خط ومحاولة استنهاض الحزب قواه، عاد يعني ليقول بشكل واضح اليوم ليست مرحلة تقديم التنازلات، لذلك رأينا رئيسي البلد سليمان الفرنجي يتوجه إلى عين تيلي، ومن هناك خرج ليقول الرئيس بري متمسك بترشيحه وطبعا حزب الله، علما أن الرئيس بري كان قد أبدى مرونة لافتة بتراجع عن شرط الحوار الذي يسبق الجلسات وأيضا حديثه عن رئيس توافقي، لكن دخول إيران والحزب على الخط تم إبلاغ على ما يبدو رئيس بري أنه ليس الوقت لتقديم التنازلات، وبالتالي أعتقد كل ذلك يعني الرئاسة وغيرها سيكونون بإطار سلة واحدة يتم العمل عليها، ولكن بعد وقف النار وبعد وقف الحرب وذلك سيستلزم كثيرا من الوقت. وهنا رامي دعني أشير يعني الخطورة اليوم أنه صياغة التفاهمات والتسويات ستكون بغياب المسيحيين، يعني رأينا كيف اجتمع رئيس وليد جنبلاط ونجيب ميقاتي وكان هناك تغييب للمسيحيين تحت حجة أنه لديهم زعامات متعددة، اليوم بغياب الرئيس سيستكمل هذا التغييب، والرئيس الذي يفترض أن يفاوض باسم لبنان في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة سيكون غائبا، غير موجود، صفعة كبرى للمسيحيين. صحيح. الكاتبة والمحللة السياسية بولا أسطيح، شكرا لك على هذه الإحاطة السياسية. مشاهدينا، إلى جولتنا على الصحف العربية. نبدأ جولتنا بصحيفة الشرق الأوسط يلي عنونت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ورفض أممي لسحب اليونيفيل، نتنياهو يهدد بيروت وتصعيد عسكري ينذر بحرب مدن. وهون بدنا نشير إلى تصريح نتنياهو يلي زار أيضا بنيامينة يلي تعرضت لقصف المسيرات، وأشار من هناك إلى أنه سنستمر بضرب حزب الله في كل لبنان ولا سيما في بيروت. منتابع إذن بالشرق الأوسط وأبرز العناوين، عقوبات أوروبية على برنامج الصواريخ الإيراني، وهون أكيد مثل ما بنعرف على خلفية الاتهامات بأنه الشراكة خلينا نقول الإيرانية الروسية بالموضوع الصاروخي ولا سيما بموضوع أوكرانيا اللي بيعني كثير للأوروبيين. إذن باكستان تعزز الإجراءات الأمنية قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون. هاريس تتودد إلى الناخبين السود بمقترحات اقتصادية. دائما بالشرق الأوسط بالعناوين اللي بتتعلق بلبنان، حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ ويتصدى لتقدم بطيء على الحدود. إسرائيل تضغط عسكريا وقصفها توسع إلى شمال لبنان.
إذن حرب لبنان وصياغة مفاهيم جديدة للحروب بالوكالة. من الشرق الأوسط ننتقل إلى جريدة الوطن يلي عنونت صاحب السمو يحدد الرؤى والأولويات عرض الخطط المستقبلية التي تعبر عن تطلعات شعبنا. طائرة مساعدات للبنان في إطار الجسر الجوي، طبعا بإشارة للمساعدات القطرية. إلى جريدة الأنباء يلي عنونت متابعة المخزون الاستراتيجي في التعاونيات، وزير الخارجية القمة الخارجية الأوروبية الأولى محطة تاريخية مهمة. إلى جريدة الأهرام يلي عنونت بناء القوة الشاملة لردع أي تهديد، قادرون طبعا هون نقلا عن السيسي، قادرون على تجاوز الصعاب والنصر على جبهات القتال يتحقق بوحدة الشعب ووعيه. شمال غزة تحت الحصار لليوم العاشر على التوالي. أما هلأ فمننتقل إلى جولتنا على الصحف العالمية. جولتنا منبدأها بصحيفة لوموند يلي عنونت تصاعد في لبنان، تصاعد التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. صحيفة الغارديان، ترامب يثير الغضب بعد دعوته الجيش للتعامل مع الأعداء في يوم الانتخابات. إلى واشنطن بوست، الولايات المتحدة تعزز الدفاعات الإسرائيلية. نيويورك تايمز، في الأيام الأخيرة تتباين الحملات على الأرض. ومباشرة إلى فقرة كاريكاتير، أركان الحرب، ضربة جولاني كانت مؤلمة وموجعة، المجرم موجوع والتصعيد عطلوع. أيضا كاريكاتير آخر بجريدة النهار، ومنشوف في المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار. وواضح هون طبعا أنه موضوع القوة العسكرية عم تخرق كل هذه المناشدات لوقف إطلاق النار، طبعا بإشارة لعدم اعتراف إسرائيل بكل مجلس الأمن والأمم المتحدة والشرعية الدولية. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بلاقيكم بعد دقايق بنشرة الساعة 8، وطبعا الموعد بيتجدد صباح بكرة. إلى اللقاء.